في إطار تشجيع تبادل الخبرات وتعزيز جودة التعليم في قطاع السياحة والفندقة بالجزائر، أبرم المدير العام لشركة الاستثمار للفندقة شعلال إسماعيل اتفاقيتي شراكة وتعاون بيداغوجي بين المدرسة الوطنية العليا للفندقة والمطاعم بالجزائر إشرا والمدرسة العليا للسياحة والفندقة إستيا التابعة لجامعة أونجي الفرنسية، بحيث ستسمح هذه الشراكة للطلبة والأساتذة من الاستفادة من التجارب والبرامج التعليمية وتطوير مهاراتهم بما يتوافق مع متطلبات السوق المحلية والدولية. إننا اليوم نوقع اتفاقيتين رئيسيتين تتعلق الأولى بتمكين الطلبة المسجلين على مستوى المدرسة من الحصول على شهادتي ليسانس في التسيير الفندقي والإطعام من مدرسة إشرا، وليسانس في السياحة تخصص ضيافة من منوحة من طرف ليسيا الفرنسية. أما الاتفاقية الثانية فتتعلق بتنظيم ندوة دولية حول السياحة في إفريقيا والتي ستعقد كل سنتين، حيث سيتم تنظيم الطبعة الأولى شهر أفريل 2025، حيث سيتم تنظيم الطبعة الأولى خلال أفريل 25 والتي ستخصص لمناقشة موضوع السياحة في إفريقيا، التحديات والأفاق للتنمية المستدامة. علاوة على هاتين الاتفاقيتين ستشمل شراكتنا أيضا إجراء مشاريع بحث مشتركة وتنظيم تبادلات أكاديمية وطلابية وإقامة أنشطة خارج المنهج الدراسي مثل المؤتمرات والندوات، بالإضافة إلى تنظيم ندوات دولية بشكل دوري. ستعزز هذه المبادرات تبادل المعارف والابتكارات في مجالات السياحة والضيافة والفندقة. Ce projet il est important. هذا المشروع جد مهم لنا لنبدأ في التبلور من أجل العمل معا والتقدم من أجل مستقبل واعد، وهذا المشروع خصص لمن يمتلك الجرأة، وسنحاول التقدم سويا حتى تتمكن إشراء الجزائر وفرنسا على تكوين الشباب، وهذا هو هدفنا. نحن هنا لمرافقة الطلبة للاحترافية والنوعية ومرافقتهم كذلك في المهن والكفاءة، وثانيا للرد على طموحات المهنيين الذين هم بحاجة لتطوير قطاع الفندقة، وهذا شرف لنا ولجامعة أنجي. العلاقة الجزائرية الفرنسية في مجال السياحة جد مهمة، وكلا المؤسستان تريدان إضافة هذه الديناميكية. وتم في ذات الملتقى الإشارة إلى أنه سيتمكن تلاميذ البكالوريا في الشعب الأدبية هذه السنة من الالتحاق بالمدرسة على غرار السنوات الفارطة التي كانت تستقبل فقط الشعب العلمية. يعني السنوات السابقة كان الشرط التحاق بالتخصص تاعنا اللي هو ليسونس في التسيير الفندقي والإطعام، يحصل على شهادة البكالوريا في العلوم الطبيعية والحياة، العلوم التكنولوجية والرياضيات والاقتصاد والتسيير. هذه السنة الحمد لله وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أضافت لنا شعب أخرى اللي تتمثل في الآداب، اللغات الأجنبية، الآداب وفلسفة ولغات أجنبية. تعاون استراتيجي بين المدرستين لن يساهم فقط في دعم قطاع السياحة والفندقة بالجزائر، إنما سيلعب دورا هاما في تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية الجزائرية الفرنسية.